الحمد لله اليوم افتتحنا معرض سايت مي الشرق الأوسط في دورتها الرابعة بمركز اكسبو الشارقة للمعارض والمؤتمرات بحضور سعادة عبد الله العويس مدير غرفة التجارة والصناعة بالشارقة وسعادة سيف المدفع رئيس مركز اكسبو. الحمد لله بمشاركة 45 جهة عارضة بين مؤسسات تعليمية ومؤسسات اجتماعية وشركات تقدم أدوات تقنية ومعينات تعين ذوي الإعاقة البصرية في حياتهم. طبعا المعرض يستمر على مدى 3 أيام، اليوم يبدأ في 11 من فبراير وينتهي في 13 من فبراير. ايضا على هامش المؤتمر هناك ورش متعدده بين التحديات في التعليم وورش تحول الصور الى حسيه وملموسه، وهناك ايضا ورشه مختصه للمتعاملين مع الاعاقه البصريه كموظفين في الحكومه او معلمين او مختلف او الاسر. ايضا هناك ورش تقدمها خبيره دوليه من ملك البحرين استاذه معصومه تقي. شكر جزيل لمعرض مركز اكسبو على تعاونهم ودعمهم الدائم لجمعيه الامارات للمعاقين البصريين.